السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. لو سمحت أنا كنت عايزة أستفسر، عشان ابني عنده سنة ومن يوم ما اتولد وعينه اليمين بتدمع، تمام، ورحت كشفت عليه فادتني قطرة كده فاستعملتها له، بس برضه عينه ما جابتش نتيجة معاه. طيب فندم حاضر، أرد عليك يا مدام نادية من الغربية. ابنك عنده انسداد في القنوات الدمعيه، لو انت متابعه الحلقه انا وريت القنوات الدمعيه في فيديو كده في قبل الفاصل. القنوات الدمعيه دي بتاخد عاده الدموع تنزلها عن طريق الانف لتصرف في الانف، يبقى في توازن بين الدموع اللي بتطلع المهمه اللي ليها دور مهم والدموع اللي بتصرف. لو جيت قفلت البلاعه فالدموع اللي بتطلع ما تقدرش تنزل بالمعدلات الطبيعيه فتروح يحصل تدميع. ليه بيحصل في الأطفال؟ لأن الأنبوبة اللي نازلة فاتحة في الأنف بتبقى مسدودة من آخرها كده، من طرفها الأخير موجود في الأنف، فبالتالي لو حصل هذا الانسداد بنصبر على الطفل 6 شهور. أنا أكيد إن حد من الزملاء قال لك اعملي له مساج ومش عارف إيه واديله قطرة والكلام ده، بعد 6 شهور لو الموضوع ده ما تفكش يبقى هو مش هيتفك بالانتظار، فبندخل بنجيب سلاكة كده وبنسلك نفتح الغشاء اللي موجود تحت في آخر القناة الدمعية بإجراء بيتطلب مخدر عمومي. هتقولي لي ابني هيتبنج؟ اه هيتبنج، ابنك هيتبنج طبعا هيتبنج، وهنسلك له القصة ودي نسبة نجاحها حوالي 90% 95% دلوقتي. لو صبرت لسنتين وبعد سنتين بنحط أنبوبة، والأنبوبة بنرجع نشيلها تاني بعد 6 شهور. ويا جماعة أنا عايزكم بس تتخيلوا كده إن أنا عندي الحوض بتاع البلاعة، البلاعة بتاعة الحوض بتاع البيت مسدودة والحوض مليان ميه. اوكي؟ وسبته اسبوع. ها؟ والميه ما اتبخرتش ودخلت الحمام. ريحه الحمام هتبقى عامله ازاي؟ ودي ميه. متخيلين انا بقول ايه؟ يعني هيحصل التهاب وتلوث وصديد وبكتيريا تنمو وقرف هيطلع من الحوض، يعني طب وليه يا جماعه؟ بنعمل ايه؟ بنجيب السلاكه وبنسلك الحوض، يعني قصه بسيطه جدا. فبالتالي ابنك محتاج دلوقتي انك تنزلي تعملي هذا الاجراء الجراحي البسيط ده، اجراء خارج العين، مفيش اي مشكله في العين، هيحتاج الولد ينام كلي عشان مش هيقدر يساعدنا، والاجراء يعني مؤلم لحد صاحي مش هينفع نعمله، ومطمنين لان دلوقتي بنج الاطفال يعني مهم ويعني متطور والدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله باذن الله.